باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا آية في حكاية، وحلقة جديدة وآية جديدة من مزمور 40 عدد 5. يقول الانجيل فيها: وانت ايها الرب الهي جعلت عجائبك كثيرة وفي افكارك ليس من يشبهك. وانا هتكلم معاكم النهاردة في ازاي ان افكار الله لا تشبه افكار الناس. يعني هديكم مثلا لو واحد غلط في حقك هتعمل معاه ايه؟ طب شوفوا كده لما حد غلط في المسيح او غلط في ربنا، لما الانسان عمل الخطية، فيقول الكتاب ازاي ان الله نزل الى العالم لكي يخلص البشرية، واذ نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. احنا غلطنا في حقه وهو ينزل يقدم لينا فداء وخلاص وغفران. طب تعمل ايه لو حبيت تعزم حد على العشاء؟ هتجيب اكل كتير وتجيب تعمل عزومة حلوة يعني. لكن شوفوا المسيح لما حب يعزم الناس على الاكل، خدهم الى موضع قفر خلاء، وبارك في خبزتين وفي سمكتين وخمسة ارغفة، واشبع بيها جموع كتير، لان عاوز يقول لهم القصة مش في الاكل والشرب، لكن انا هو مصدر الشبع. فطريقة ربنا وافكاره تختلف، ياخدهم في موضع قفر علشان يشبعهم، طريقة مختلفة عن ما احنا بنفكر. او زي ما عمل مع بني اسرائيل واكلهم المن والسلوى في البرية، وبرضو خدهم في الصحراء علشان ياكلهم. تعمل ايه لو كنت عاوز تساعد حد يرتقي ليكون الرجل الثاني في المملكة، يعني يدخل قصر الملك ويبقى هو الرجل الثاني؟ اكيد هنشوف وسايط، او نعلمه تعليم كويس ونجهزه بحاجات حلوة تقدر تساعده انه ياخد هذا المركز. ولكن ربنا رأى في يوسف ان السجن هو الطريق اللي يوصله ان يكون الرجل الثاني في المملكة، ان التجارب هي الطريقة اللي هتجعله انسانا عظيما. فمر بيه في تجارب شديدة، يتباع من اخواته ويتعرض قبلها للقتل، وبعدين يتهم بتهمة زور ويدخل في السجن، وفي الاخر يصبح هو الرجل الثاني في المملكة. طرق ربنا وافكاره، في افكار الله ليس من يشبهه. طيب لو عاوز تنتصر في حرب تعمل ايه؟ تجهز جيش وحروب وادوات للحرب واسلحة. ولكن ربنا لما يريد ان ينتصر في الحرب يرسل داود الصغير بحصواية صغيرة يموت بها جلياط، لان في افكار الله ليس من يشبهه. طب لو انت مدير وعايز تختار مساعدين ليك هتختار ايه؟ تختار ناس بتتكلم لغات ومتعلمة تعليم حلو وعندهم امكانيات حلوة في الكمبيوتر والوسائل الحديثة. اما الله فلما اختار المساعدين بتوعه، يقول عنهم الكتاب: اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، والضعفاء ليخزي الأقوياء، والمصدرة وغير الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد. يبقى طرق الله وأفكاره لا تشبه أفكار الإنسان، ودي تخلينا محتاجين في كل مرة نفكر ونراجع أفكارنا، هل هي تشبه أفكار الله ولا تختلف عنه؟ وإن كانت أفكارنا تختلف عن أفكار الله، طب ما تعالوا نجرب نفكر في كل موقف بالطريقة اللي ربنا بيفكر فيها. نحاول نوصل نقول له: يا ربي بتفكر في ايه لو انت في الموقف ده؟ هتتصرف ازاي لو في الموقف ده؟ اعتقد حياتنا ممكن تتغير كتير. كمان لما نتعرض لمشاكل وتجارب ومصاعب نفهم ان افكار الله ليس من يشبهنا. ممكن يكون ربنا بيجهزني عشان اكون في المملكة، وممكن يكون ربنا عايز يعمل بيا انتصار عظيم، وممكن يكون ربنا بيجهزني ان اكون خادم كبير ويجهزني ان اكون حاجة كويسة، ولكن في افكاره وطرقه ليس من يشبهه. كل مرة وانتم طيبين، ربنا المجد دائما ابديا امين.